فمثلا بالنسبه لنا ينبع الجبيل تعتبر مناطق اساسيه لوجود الحياه الملكيه، بس مثلا والتاريخ الصناعي فيها، بس مثلا جيزان ونجران مناطق واعده، القصيم والخرج كذلك. نعطي مميزات اضافيه للمناطق الواعده، وهذه بدات من 2011 وشفنا تاثيرها الان. ف 40% من مشاريع الصندوق في مناطق واعده. اما بالنسبه للشركات الصغيره والمتوسطه، معظم وقتنا احنا مع الشركات الصغيره والمتوسطه، فشوف محفظه الصندوق اليوم اكثر من 80% من عدد عملائنا هم شركات صغيره ومتوسطه.